سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالكتاب مبشرا، وابن البتول فناول الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وعلم التأويل، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديل. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. مرحبا بفضيلتكم. أهلا بكم. بارك الله فيكم. يعني بداية قبل البرنامج تلقينا مجموعة اتصالات هاتفية من معظم دول العالم بخصوص البرنامج وأن الإرسال يصل إليهم. الحمد لله. وهم يتابعونه حق المتابعة. بفضل الله. وهذا يظهر من خلال جولات فضيلتكم. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص منا ومنهم إن شاء الله. بإذن الله. وإذا نزع الإخلاص من شيء فلا روح فيه. نعم. أي شيء ليس فيه إخلاص روح بلا يعني جسد بلا روح. صحيح. فنسأل الله أن يكون البرنامج روح وهو الإخلاص من القائل ومن المستمع. بإذن الله تبارك وتعالى. لأنني أستشعر في هذا البرنامج أننا يعني ليس هو برنامج فضائي. بقدر ما هو درس تعليمي استشعر فيه انس المشاهدين والمشاهدات وهم يعني يجتمعون حولنا امام الشاشات في البيوت وفي اماكنهم ونحن نعرض عليهم هذه الامور التي نستمد من اخلاصهم كلامنا. بارك الله فيكم وفي تواضعكم. وماذا عن سفرية فرنسا ان شاء الله رب العالمين؟ الله المستعان ان شاء الله ربنا كريم باذن الله قريبا ان شاء الله. باذن الله تبارك وتعالى. نفع الله بكم اينما ذهبتم اينما حللتم. وبهذه المناسبه نشكر من بلغاريا الاخوه الذين اتصلوا بنا عبر الهاتف من بدايه البرنامج ونحن نسير لهم كل ود وكل تحيه. وفي هذه الحلقه ان شاء الله نسعد باتصالاتكم في اخر الحلقه باذن الله للتواصل مع فضيله الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. الاخ كنعان الشيخ خالد وياسر الشيخ خالد وايمن الشيخ خالد من بلغاريا. مرحبا بكل المشاهدين في هذه الحلقه. لن نحجب عنكم الشيخ عمر في الاتصالات لان انا متهم أني أحجب الشيخ في البرنامج وأستأثر نفسي بالفضل كله. يعني هذه التهمة الوحيدة؟ لا، هنالك تهم كثر ولكن هذا ما يخص السادة المشاهدين. بارك الله فيكم ونفع الله بكم إن شاء الله. سيدي، ما زلنا نحوم حول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن ندلف إلى الحديث عنه مباشرة. لا يعني نحن لا نحوم، نحن نسبح في ضوئه ونوره. جميل. نسبح في ضوئه ونوره. نعم. فبهذه السباحة وبهذا الاقتراب نحن نستشعر مكانته صلى الله عليه وسلم وقدره، لأنه أحيانا يغيب عنا نتيجة البعد العاطفي الموجود عند المسلمين. يعني البعد العاطفي لما يرتكن على ويرتكز على مرتكزات عقلية تكون الصورة أكثر وضوحا. بمعنى؟ لأن الإسلام خاطب العقل والعاطفة. نعم. وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو حب عاطفي وعقلي في نفس الوقت، لانه هو الذي يعني 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 كرم او اعظم او عظم قيمة العقل ووضع العقل في مكانه الاساسي، بدليل انه يعني ليس في ديننا يكلف غير لا يكلف الا العقل. صحيح. المجنون حتى يعقل، الصبية حتى يبلغ، النائم حتى يستيقظ. صحيح. فإذا قضية العقل قضية يعني وجدناها يعني سبحان الله واضحة في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما كانت يعني موجودة في الشرائع قبله؟ يعني أو المعمول بها فعلا؟ يعني حقيقة الأمر، حقيقة الأمر قيمة العقل وضحت تماما في الرسالة الخاتمة. ويعني انضبط أو يعني اندمج قيمة مخاطبة العقل مع مخاطبة الروح. يعني اليهود اطلقوا العنان للمادة. نعم. مادة الجسد. نعم. والنصارى اطلقوا العنان للروح على حساب الجسد بدليل ايه؟ رهبانية اللي بتدعوها ما كتبناها عليه. فجاء الاسلام فوافق بين هذا وهذا. مرحلة وسط. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. اذا الامور مباحة كلها طالما في اطار الشرع. فاطلق عنان الروح منضبطة مع العقل. وحدد يعني او اطلق العقل من عقاله ولكن في داخل الشرع
اعتمادا على الروح بهذا المنطق. طب دعني أسأل حضرتك لأن هذه قضية شائقة وشائكة، أي عقل ومن صاحب العقل الذي يعمل عقله في القرآن الكريم؟ لا، هو الروح عندما تهتدي، نعم، الروح عندما تهتدي والعقل عندما يستنير من المنهج يؤمن عليه الختل والضلال، يؤمن عليه الانحراف. جيد. لكن المصيبة أن أترك للعقل العنان دون ضابط. الكل يزم أن من حقه أن يعمل عقله في النص القرآن. لا لا لا، هناك ثوابت. يعني نود هذه الثوابت. هناك ثوابت وهناك متغيرات. الثوابت لا تقترب منها. ما هي الثوابت؟ يعني اللي هي قواعد التوحيد، آيات المحكمات التي في كتاب الله وأوامره ونواهيه الواضحة بآية قرآنية أو بسنة محكمة بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لا اجتهاد مع النص، هذا نص. هذه ثوابت. هذه ثوابت. المتغيرات. المتغيرات هي المسائل التي فيها خلاف في العلماء، خلاف العلماء اللي هي منطقة المسكوت عنه وسكت عن المباح وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، فإذا عنت سألنا. إيه قضية مثلا أطفال الأنابيب؟ طالما ضمننا أن هذا من الزوج والزوجة فهو حلال مثلا. يعني قضية الاستنساخ، لا الاستنساخ لا يصح، ولكن تستنسخ الحيوانات والنباتات لإثراء الحركة الاقتصادية في العالم، ده شيء طيب. نقل الأعضاء. يعني هذه مسائل فيها خلاف. يعني فيها هذه المباح. هذا هو إيه؟ لا، المجتهد فيه من قبل من عنده أدوات الاجتهاد. وأول هذه الأدوات ماذا حتى نتفق؟ إذا 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 أردت أنا أن أستنبط حكما، نعم، يجب أن أكون حافظا لكتاب الله. جيد. ملما بعلوم القرآن. نعم. من محكمه إلى متشابهه، ناسخه، منسوخه، ملما بقواعد اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة، ملما بالأحاديث النبوية الصحيحة، ملما بمعنى بدراسة علم الحديث نفسه. نعم. ثم ملما بالواقع الذي انزل عليه الفتية او انزل عليه المشكلة، بيئة الفتوى التي ايه التي افتي فيها، ثم ادراكي لقضية اصول الفقه، ادراكي لقضية الفقه المقارن. فاذا كنت دارسا لمذهب واحد لا اتصدى للفتاوى الكبيرة، وانما الفتية تكون من يعني والرخصة تؤخذ من ثقة، اما التشدد فيجيده كل احد. ان يكون دارسا الفقه على المذاهب الاربعة والمذاهب التسعة حتى. لابد كل الفقه. كل فقه. وبعدين كنت درس اصول الفقه نفسه. يعني لا يتحزب الى منطق فقهي محدد. لا 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 لا. ولماذا اقف انا عند الشافعي واترك ابو حنيفة؟ لماذا اقف عند مالك واترك الامام احمد؟ فربما اذا هذا فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي، اذا المفتي له شروط محددة. عندئذ عندئذ نعم. هذا له ان يقيس وان يجتهد. وعامة المسلمين يستمعوا، ولان اولا لو كلنا اطباء فمن المريض الذي يطبب؟ واذا كنا كلنا علماء فمن الذي يتعلم؟ واذا كلنا بيعون. يقول احد من المسلمين لي الحق يا اخي ان اعمل عقلي في النص القراني، انا مسلم. لا لا لا، هو يعمل العقل داخل اطار ضوابط شرعيه. يعني انا استطيع ان اغير تركيب هذا الماء الذي يتكون من الهيدروجين والاكسجين بنسب معينه، فاذا ادخلت انا نفسي وانا لم ادرس الكيمياء ولا علوم البيئه ولا علوم المياه، اذا لا دخل، ما علاقتي بتغيير ماده المياه؟ طب اقترب مع الواقع مع فضيلتكم اكثر واكثر. أقترب. هناك من المسلمين من يعمل على هز ثوابت الدين وعبر وسائل الاعلام. اسال السؤال بهذا المنطق. هناك من المتمسلمين من يريدون هز ثوابت الإسلام لمرض عندهم، لأنهم هم الطابور الخامس، وهم الذين تركهم المستدمر والمستخرب الغربي عندما جاء فاحتلنا عسكريا ثم ثقافيا ثم رحل عنا بعسكره وترك لنا جندا من جند الشيطان وجند هذه الغرببة أو الغربنة أو التغريب الذي هم موجودون بيننا من بني جلدتنا، ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. سعود لهذا، هل تناظرهم؟ وناظر من؟ المسلم الذي يهز في ثوابت الدين. أنا لا أتنزل من علياء العلم إلى هذه إلى هؤلاء الرويبضة الذين يعني يرتضون، يعني أنا لا أرضى، أنا ما كنت لأرضى لسيدنا علي رضي الله عنه أن يجلس للتحكيم، فكيف أرضى لهؤلاء أن نحكم دين الله على هؤلاء؟ هؤلاء يحكمون على دين الله عز وجل. لا أستطيع أن أتركهم أمانة يحكمون في بيوتهم.
فكيف انا اتركهم يحكمون في دين الله عز وجل؟ من منطلق ان الاسلام يحض على استخدام العقل ولهم عقل. عجيب. العقل هذا عند الثوابت لا اتكلم. لماذا؟ لماذا؟ يعني عند الثوابت لا نتكلم. انا معك مثلا مشكلة الحجاب مثلا. هذه من الثوابت يا ابن. وجهة نظر يعني هنالك من يقول ان الامر كان طيب كويس لو كان خاص بمرحلة محددة لنساء النبي وبنات النبي عليه الصلاة والسلام. لو ناظرناهم في قضية الحجاب لنظرونا في الغد في قضية الصلاة، ثم في قضية الزكاة، ثم في قضية الردة، ثم في قضية القرآن نفسه، ثم في قضية الوحدانية، ثم ندخل بعد كده في قضية ان الملائكة لا داعي لها في قضية الحسنات والسيئات، فندخل بعد ذلك على الدار الآخرة ونشكك في المسألة. الله أكبر. أنت سبحان الله يرضى الشيطان بالمحقرات فيرسل لنا هؤلاء الرويبضة الذين هم أصفار في الحياة لا قيمة لهم. فأنا عندما أقول لك هذه المنضدة هي منضدتي خلاص تمام بلاش قهرا هكذا أقول شيء. هذا بدايه ما معنى الرويبضة اللي هم التوافه من الناس هذا تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرويبضة. قال ومن الرويبضة؟ قال التافهون يفتون في امور العامه. الله اكبر. وكانه ينظر الينا بلحظه الريب عليه الصلاه والسلام. يعني مثلا تلاقي واحده عاريه امامك يقول لك والله اصل موضوع النقاب والحجاب انا غير مقتنع به، انت سد اذنيك. هذا كلام يمنع ويقلق ويقتدع البركه. يا اخي المؤمن يزرع ويخشى الكساد والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. انا عندما اقول لك انا معي قلم فجاه كده محمد خلف راح طلع غريب، هذا قلم يا سيدنا الشيخ يا ابني؟ ده قلم انا. لا هذا قلم. طيب انت زعلان يا سيدنا الشيخ؟ سبحان الله. خلاص نحكم اولادنا المصورين والمخرج ويحكموا قلم من؟ اذا رضيت انا بمجرد ان اجلس لاتحاكم الى طائفة ان هذا القلم قلم او لا، هذا تضيع للحق. ضع القلم بس. فانت تحكم دين الله على اناس لا امنهم انا على بيت صغير في في في, في بيوتنا المسلمة. لا انا لكن لا. لهم صوت ولهم شوكة ولهم الباطل دائما حظوة. لا الباطل دائما له كالطبول الجوفاء. هؤلاء طائفة يعني الراكبون في قطار العولمة المتسارعون المتهافتون الراكضون نحو الغرب وهذه الغربنة. نسأل الله سبحانه إما أن يهديهم أو أن يريحنا منهم. طب الرسول كان ينظر الآخرين ينظر الكافر الكافر. لا قلت يا أهل الكتاب قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيننا، مش يا أهل القرآن يا أهل الكتاب. يعني نحن مكلفون بمناظرة الآخر. يعني إذا يعني إذا لو أنا شخصيا كمحمد خالد دعوت فضيلتكم للجلوس أمام من ينكر مثلا مسألة الحجاب هذه، تجلس معه لتناظره؟ وكأنني ما سمعت منك شيئا. تماما. وكأنني ما سمعت منك شيئا. أنا لا أتنزل من علياء العلم لأضعه على طاولة البحث مع أناس لا آمن عليهم يعني كيف يقضون حاجتهم أو لا يعرفون كيف يتوضؤون، ونور الله قد انطفأ من وجوههم وربما من قلوبهم. بارك الله فيك. إذا كانت هذه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله سبحانه وتعالى لنا، فبالقطع إرساله كان فيه إرهاصات قبل ظهوره عليه الصلاة والسلام. ما هي إرهاصاته قبل الظهور؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لا بد من أن نحمد الله ونصلي عليه لنفصل ما بين هذا المقطع الثقيل على القلب إلى المقطع الخفيف على القلب. نأخذ فصل؟ لا ولا فصل غير. إذا كنتم عايزين فصل خذوا بعدك الدقن أنا ماشي إن شاء الله. يعني حتى نفصل وأكون متضامنا مع فضيلتكم نأخذ هذا الفصل. توكل على الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلة. أهلا وسهلا. لعل هذا فيه فصل جيد. الحمد لله. أنا قلت فاصل مش ننام يعني. فضيلتكم تتمتعون بخفة الظل. الله يرضى عليك. هكذا لابد أن يكون الداعية فضيلة الشيخ. أنا ما رأيت داعية أو عالما من العلماء الذين علمونا إلا وكان يعني دمه خفيف على قلوبنا حتى كنا يعني لا نحبه لعلمه فقط، وإنما يعني نحبه عندما يخلط العلم بالدعابة. وكان هكذا كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول استعينوا على حقائق العلم بروائع الكلم فإن القلوب تكل، فإن القلوب إذا كلت عميت، فإذا عميت ضلت.
تبدا تزعل علم تحصل مشكله. فلا بد من يعني صحيح. سبحان الله يعني ولكن لا يتعمد يعني هذه تاتي يعني بطبيعه. نرى بعض الدعاء عابسي الوجه مكشر الجبين هكذا لا يضحكون ولا يبتسمون. اشك ان هذا يكون داعي يعني حتى يعني انا لو كان هناك طبيب مقطب الجبين في وجهي انا لا اريد منه دواء. ولو ان تاجرا يبيعني سلعه يقطب جبينه في وجهي ما اشتريته منه، فما بالك بعالم الدين الذي يعطيني اعظم سلعه، فكيف يعني يلقيها علي وهو مقطب جبينه؟ ليه؟ وايه الرصيد اللي له عندي اساسا؟ يعني سبحان الله، ما الرصيد الذي له عندي عشان يعني يسحب منه؟ ما عندوش ملوش رصيد عندي اساسا. صحيح. ماذا صنعت ارهاصات ظهور النبي عليه الصلاه والسلام؟ وطبعا انا اريد ان اقول يعني الارهاصات يعني دلائل النبوه التي ظهرت قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاحبار وعند الرهبان قديما. وراي الاحبار والرهبان فيه صلى الله عليه وسلم. قبل مولده وإبان مولده وبعد مولده ثم بعد إنزال الرسالة عليه ثم نأتي للمحدثين من العظماء الذين يشار إليهم بالبنان على مستوى العالم من أدباء مفكرين وعلماء كبار لنرى ماذا قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد. فإذا نظرنا أحدا من هؤلاء القوم سبحان الله يرحمكم الله يهدكم ونصح بالله قاتل يعني الله البرد يا خير إن شاء الله شفاك الله عافاك. فيقال شفاك الله عافاك بعد العطسة الثالثة، أما في المرة الأولى يرحمك الله وبعدين المرة الثانية يرحمك الله المرة الثالثة أنت مسكون شفاك الله، فكده انت اخذت الاولى فقط فانت يرحمك الله. وهذه تمنع الاثنتين القادمتين ان شاء الله. هذه بالثلاثه ربنا يكرمك. نحن نريد ان نوضح التوراه ماذا قالت، الاحبار ماذا قالوا، القصص الذي حصل وحدث لكثير من مشركي مكه في ارهاصات ظهور النبي صلى الله عليه وسلم بالاخبار الوارده الصحيحه السلام. ثم بعد ذلك نعرج على العظماء القرن الماضي في رأيهم وفي آرائهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من الأوروبيين ومن الأمريكان، ثم نقول بعد ذلك أن أحدا من هؤلاء يقول أنا لا أعرف محمدا، هذا أسقطه من حساباتك وأعلم أنه كذاب كذاب كذاب. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. سبحان الله العظيم. تعال إلى ما قاله القرآن أولا. تفضل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن هو سيدنا محمد مكتوب ولا مش مكتوب؟ مكتوب. مكتوبا عندهم في التوراة. محمد. أم بأحمد. أحمد. أو محمد. والجذر واحد. أحمد أو محمد. خلاص. مكتوبا عندهم يعمل إيه؟ يأمرهم بالمعروف. وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الأغلال التي كانت عليهم. إذن هذه مهماته موجودة عندهم بالتفاصيل. يعني هم في هو في التوراة والإنجيل هذا الوصف نبي اسمه كذا يعني وظيفته كذا يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كل هذه سبحان الله العظيم موجودة لا إله إلا الله يعني موجودة بينة عندهم سبحان الله. اذا هذا مكتوب عنده هذا كلام القران وهذا كلام يعني لا يرقى الى اي طيب جميل طبعا. جميل. تعال يا سيدي الى القصص وانا اريد ان المشاهدين يعني لا يعيروني اسمعهم لا يعيروني اسمع قلوبهم. نحن نتكلم عن سيدنا رسول عليه الصلاه والسلام يعني نرتقي الان والمشاهدين والمشاهدات الى هذا الـ يعني الجبل السامق او النور الزاهر يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. عن عطاء ابن يسار. شوفوا كده عن عطاء. نعم صحيح. لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فقلت اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. لانه كان دارس لها. عبد الله بن عمرو العاص كان دارس التوراة. قال والله انه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن. سبحان الله. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هذا في التوراة بهذا النص وحرزا للأميين أن يضيعوا حرز أنت تحافظ عليهم يعني أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل على الله لست بفظ ولا غليظ
ولا صخاب في الأسواق، ولا تجزي بالسيئة السيئة، ولكن تعفو وتغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه صفة سيدنا رسول الله في التوراة بهذا النص. بهذا النص انفرد به البخاري هذا الحديث صحته. شوف البخاري تمام. طيب، وعن عبد الله بن سلام الصحابي الجليل. نعم. كان يقول صفة رسول الله في التوراة: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأمين، ليس بفض ولا غريض، المهم، ولن أتوفاه حتى أقيم به الملة العوجاء وأفتح به أذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا بأن يقولوا لا إله إلا الله. هذه زيادة على الحديث. هذه زيادة، دي زيادة عن البخاري. تمام. طيب، قال كعب الأحبار. نجد مكتوبا في التوراة: محمد رسول الله، لا فظ ولا غليظ ولا صخب الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، وأمته الحمادون. وتجد فعلا هذه هذا سمت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تسأل فقير يمكن ما يعمل شيء، ازاي حالك؟ الحمد لله، الحمد لله، يعني خير، والله مغمور فضل الله، يعني يقول الحمد لله، يعني مش عارف، ده رزق، ده فضل ربنا سبحانه. الراجل بقول له جاب الولد نمره 9 مسكين كده، قول ابو فلان يعني مش قلق، مش قلق يعني ما شاء الله الرزق. قول يا سيدنا الشيخ، ربنا لما يفتح حنك ما يكفلوش. الله اكبر. سبحان اذا الله. فتح فمن لا يغلق. سبحان الله، لان رزقه صحيح. ما شاء الله. طبعا اخواننا بتوع التحديد والتنظيم يزعلوا، لكن احنا بنتكلم عن صاحب اليقين. مش المنظمات اللي عايزه تحديد الاسره. تحديد يا راجل. تنظيم. والحمد لله ان الـ 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 الناس اللي احنا عايزينهم اهل المساجد غير مقتنعين تمام بموضوع التحديد، واللي مقتنعين بموضوع التحديد احنا اصلا مش عايزين منهم خدفه اساسا. اساسا لا نطلع ولد على شاكره ابيه، اما لص كبير او نصاب اكبر. لكن اهل التقوى المقتنعين باليقين وبالرزق وبالعمل وبالتوكل على الله، ثم دول احنا عايزين ان شاء الله. يعني جهد البلاء والحديث الذي يرددونه هكذا. لا لا، هو ياخذ من الدين معايير سبحانه. لما كنا في حاله حرب ولا عدوا لهم ما استطاعوا وان جنحوا للسلم فجنحوا، احنا بنفصل الدين تفصيل. يعني الحلال الدين واضح سبحان الله. الدين واضح، الدين ما فيهوش. شوف تميع الامور صعب. تميع الامور في دين الله لا. سبحان الله. صحيح. نعم. الحمادون يكبرون الله كل نجد. يعني لما يطلعوا على ايه؟ على شرف عالي، على جبل سبحان الله. ويحمدونه في كل منزله. ما تطلع الجبل تقول الله اكبر عشان تستعين بالله. الله اكبر من العلو هذا. سبحان الله. لما عزك الله وربنا يؤمن بلاد المسلمين، يحصل الزلزال نكبر. لما يحدث عريق نكبر. الله اكبر باذن الله، وطلعت من فم طاهر خلاص انتهي. صحيح. سبحان الله العظيم. يأتزرون على أنصافهم ويتوضؤون على أطرافهم، بهم ينادى في جو السماء، صفهم في القتال، وصفهم في الصلاة، وصفهم في الصلاة، وصفهم في القتال سواء. يقفوا كده، إن الذين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وفي الصلاة نعمل إيه؟ هي دي صفة الأمة كمان في التوراة سبحان الله العظيم. لهم بالليل دوي كدوي النحل، مولده بمكة ومهاجره بطابة. طابة اللي هي يثرب المدينة. اسمها طابة او طيبة. طيبة. أو طيبة. طيب. نعم. بس هي في التوراة طابة بنفس اللفظ ده. هو احلال مكان احرف العلة. الله يبارك فيك. نعم. هذا كعب الاحبار. هذا كعب الاحبار يقرأ من التوراة. من عندهم. ما يقرأ من التوراة. تعال لا ده في الاعجب. ده لسه جاي. احنا داخلين على الاعجب الاغرب. هذا موجود قبل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. قبل أن يولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يولد في مكة ويهاجر إلى طابة. وحددوها أرض سبخة ذات نخل، يعني محدد. سبحان الله العظيم. طيب جيد. طيب يا سيدي. وفي الشطر محمد يحمدون الله في السراء والضراء، يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل شرف. رعاة الشمس. رعاة الشمس يعني إيه؟ يشوف قبل ما تشرق يصلي، وقبل ما تصفر يصلي العصر، ولما تغرب يصلي المغرب. الاذان مرهون بالشمس طبعا سبحان الله. ظل الشيء مثله ومثليه. يصلون الصلاه اذا جاء وقتها ولو كانوا على راس كناسه، ويأتزرون على اوساطهم، ويوضؤون اطرافهم، واصواتهم بالليل في جو السماء اصوات النحل.
حتى مدحت الأمة في التوراة. سبحان الله. يجي واحد حبر يهودي كده ويقول لك والله أصلا محمد ده لا أعرفه، كذاب كذاب أشر. هما كذبوا على الله. التوراة الموجودة الآن فيها هذا غير فيها هذا الكلام، هذا الكلام غير موجود فيها. في السبعينات نعم دخل قطيع غنم لراعي مسكين من أبنائنا في فلسطين إلى الكنيس المعبد اليهودي، فأكل النسخ التوراة الموجودة بين الكنيس وكنيسة. الكنيس اللي هو معبد اليهود. الكنيسة للنصارى. فأكلوا الإيه؟ الكتاب المقدس، أكلوا التوراة الغنم. طيب. فعرضوا الموضوع على الحبر. إيه حل الموضوع؟ يصادر القطيع لصالح الكنيس لأنه حوى في جوفه كلام الرب المقدس. يا سلام. شفت ازاي؟ يا سلام. شوف شوف. الباس الباطل ثوب الحق. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين لذلك يقول لك يا ابني احنا عرب خايبين في السياسة. لا نعرف ما دام احنا خايبين في السياسة، كان لازم نجيب السياسة نعلمهم الدين الأول. هو في سياسة في الدين مولانا؟ الدين كله يا ابني سياسة، ما الرسول كان بيسوس العالم ازاي؟ عليه الصلاة والسلام. كيف كان يسوس؟ كيف كان يسوسهم عمر؟ يعني الرسول فيها كلام كبير، كان يسوس يعني حتى يعيد مجد جده كما يقول بعض المفكرين الآن، أن جده يعني تعهده بأن يعيد إليه هذا المجد التليد السابق. لا هذا دين الله عز وجل. نعم. وعمر بن عبد العزيز كان يعيد مجد من؟ صح. سبحان الله. وهارون الرشيد كان يعيد مجد من؟ سبحان الله. طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى لما نزلت التوراة وقرأها وجد فيها ذكر هذه الأمة. أول مشك التوراة لما ألقيت الألواح. هذا حديث من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. في البخاري. سنن الدارمي وحديث حسن صحيح. جيد. تمام. ناتي بالحديث مصحح. تمام. قال ربي سيدنا موسى إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون. هم آخر ناس ولكن إيه؟ سابقون. فاجعلها أمتي قال تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون المستجاب لهم. ما شاء الله. اجعلها أمتي قال كلا إنما هم أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة أنا جيلهم في صدورهم اجعلهم أمتي قال إنها أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة يجعلون الصدقة في بطونهم يؤجرون عليها. نعم. يعني إيه صدقة في بطونهم؟ يعني الغني ياكل عند الفقير من صدقته. يعني انا اعطي الفقير صدقه وربما امر عليه يوم من الايام اكل من هذه الصدقه. صحيح. لكن صحيح. ماذا كان يصنع اليهود؟ يضعون صدقه على الجبل حركه خلاص ضاعت، لا خدها غني ولا فقير. سبحان الله. صحيح. قال ربي اني اجد في الالواح امه اذا هم احدهم بسيئه ولم يعملها لم تكتب عليه فان عملها كتبتها سيئه واحده تلك امه احمد. يا رب أمة يؤتون العلم الأول والآخر يقتلون قرن الضلالة المسيح الدجال اجعلها أمتي قال كلا المسيح الدجال ذكر أيضا في التوراة. إنما هو أمة أحمد. قال رب فاجعلني من أمة أحمد. في رواية ثانية لابن عباس أن موسى ألقى الألواح من يديه وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد. الله أكبر. إذا كان الأمر هكذا فأعطي عند ذلك خصلتين نص الحديث سيدنا موسى يعني. نعم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. احمد ربنا على هذا. هذا حديث الرسول. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا آتيك بقى لإيه يعني. طبعا في حديث برواية أخرى أن الحبر دخل عليه عبد الله بن عباس واستحلفوا بالله بأغلق عليه الباب واستحلفوا بالله على هذا الحديث برواية أخرى فقال صدقت. سبحان الله. صدق. يؤكد هذا الكلام صواب. سبحان الله. نعم. وعن كعب الأحبار سمع رجلا يقول إني رأيت في المنام كأن الناس جمعوا للحساب فدعي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة. فإذا لكل شعرة في رأسه ووجهه نور ولكل من اتبعه نوران يمشي بهما. فقال كعب وهو لا يشعر أنها رؤية ويقول أني رأيت. قال من حدثك هذا؟ مين لك الحديث هذا؟ قال أنا والله رأيت في المنام. سبحان الله. قال بالله الذي لا إله إلا هو أرأيت هذا في المنام؟ قال نعم. قال والذي نفس كعب بيده
والذي نفس محمد بيده، إنها لصفة محمد وأمته وصفة الأنبياء وأممها في كتاب الله لكأنما أقرأه في التوراة. الكلام اللي انت شفته ده ده موجود في التوراة. يقال لك كأنما على التشبيه مثلا لا لا لا. هذه الصفات موجودة حقيقة بالتوراة. بالتوراة انت ما شفتها رؤية، بس انا فكر انت قرأت التوراة او عندك علم. يقول والله انا شفتها في الرؤية، بس في الموجودة. نوضح للسادة المشاهدين ان كعب الاحبار كان يهودي. يهودي ثم اسلم وكان على علم بالتوراة. على علم بالتوراة. وعن ابن ابي نملة، كانت يهود بني قريظة يدرسون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في كتبهم، ويعلمون الولدان بصفته واسمه. يعني يدرسوا حياته وطريقته وشكله. ومهاجره المدينة، فلما ظهر حسدوا وبغوا وأنكروا. يا لطيف، يعني كانوا يدرسون الأولاد. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. وقال أبو سعيد الخدري، سمعت أبي مالك بن سنان يقول: جئت بني عبد الأشهر يوما لأتحدث معه. بنو عبد الأشهر دول كان من اليهود. نعم. ونحن يومئذ في هدنة من الحرب، اللي ما كانوا بالأوس والخزرج. فسمعت يوشع اليهودي يقول: أظل خروج نبي يقال له أحمد يخرج من الحرم. الله أكبر. ده حبر. سبحان الله. فقال له خليفة بن ثعلبة كان مستهزئ به: ما صفته؟ صفونا. قال: رجل ليس بالطويل ولا بالقصير، في عينه حمرة، يلبس الشملة ويركب الحمار، وهذا البلد مهاجره. يأتي يثرب. يثرب اللي احنا فيها دي سيأتي المدينة إليه. هذه هي ايه مهاجره. قال: فرجعت الى قومي بني خضرة، وانا يومئذ اتعجب مما يقول يوشع، فاسمع رجلا منا يقول، ويوشع يقول: هذا وحده، كل يهود يثرب يعرفون هذا. تجيب يعني معلومة جديدة، احنا كلنا كيهود عارفين القصة. اذا ظهور النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة ليهود يثرب لم يكن مفاجأة. لا لا، واضح عندهم بالتوراة. لا ليس تجي لما هو اعجب واغرب. تفضل. حتى من المسلم من اهل مكة الذين اسلموا بعد او لم يسلموا. الله اكبر. نسمع الان. نستمتع. طيب انا قلنا ايه قبل ان نقترب من شخص الرسول لازم ايه عفوا بعد التعريس. وقال محمد بن مسلمة: لم يكن في بني عبد الاشهر الا يهودي واحد يقال له يوشع. بل عبد الأشهر دول كانوا في المدينة، كانوا واحد يهودنا. فسمعته يقول: وأنا غلام قد أظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت. ثم أشار بيده إلى بيت الله تعالى: فمن أدركه فليصدقه. خلاص ده اليهودي. نعم. فبعث رسول الله فأسلمنا وهو بين أظهرنا ولم يسلم. لما؟ لأنه يهودي ومقتنع. لا معلش. في كتابه. معلش. وينكره. الله اللي خلاه أنكر كتابه نفسه. صح. وغير في كتابه. صح. وقالوا نحن ابناء الله احباء. لو حد يفكر ان هؤلاء يظنون يعني يلجؤون الى سلام او تطاولوا على الله عز وجل. شوف ثق تماما، لا يريدون سلامه. بس كل هذا الكلام هراء ابدا يا اخي. والله هذا تاريخه، وانا جايب كلام من عندي. او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منه. سبحان الله. لا اله الا الله. سبحان الله. هذه طبيعته. طب الحل ماذا معهم مولانا؟ الحل ان تلتزم الامة بدينها وتجتمع صفا واحدا، ولا داعي لان يعادي بعضنا بعضا. لا حكومة تعادي شعب، ولا شعب يعادي حكومة، ولا حكومة تعادي علماء، ولا علماء يعادوا مسؤولين. الكل في بوتقة واحدة، لان همنا واحد وهدفنا واحد وعدونا واحد. صح. صح. احسنت. طيب يا سيدي، لم يسلم به يوشع. لا يا سيدي. وعن عمارة بن خزيمة قال: ما كان بين الأوس والخزرج رجل أوصف لمحمد من أبي عامر الراهب. كان يألف اليهود ويسائلهم عن الدين ويخبرونه بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وأن هذه دار هجرة. ثم خرج إلى يهود تيماء فأخبروه بمثل هذا. ثم خرج إلى الشام فسأل النصارى فأخبروه بصفة النبي وأن مهاجره إلى يثرب. نصارى الشام نفس المعلومات. نعم. تمام. طيب. فرجع ابو عمرو يقول: انا دين على دين الحنيفية، واقام مترهبا ولبس المسوح، وزعم انه على دين ابراهيم، وانه ينتظر خروج النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. جميل. فلما ظهر رسول الله بمكة لم يخرج اليه. طب انت لا كنت منتظر
طيب وأقام على ما كان عليه. فلما قدم النبي المدينة صلى الله عليه وسلم حسد وبغى ونافق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد بما بعثت؟ قال: بالحنيفية دين إبراهيم. قال: فأنا عليها. قال رسول الله: إنك لست عليها. فقال: يا محمد أنت تخلطها بغيرها. يقول الرسول قال النبي: أتيت بها بيضاء نقية، أينما كان يخبرك الأحبار من اليهود والنصارى من صفتي. فقال: لست بالذي وصفه. أنت مش نفس الوصف اللي قالوه. قال الرسول: كذبت. قال: ما كذبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الكاذب أماته الله وحيدا طريدا. فقال الرجل اليهودي: آمين. ثم رجع إلى مكة، فكان مع قريش يتبع دينهم وترك ما كان عليه. فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام فمات بها طريدا وحيدا غريبا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو على مسمع ومرأة من الكل وعارف هذه القصة، من مشرك ويهودي ومنافق وكافر. سبحان الله العظيم. لما عتبة يعني بصق على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي لهب، فقال يأكله كلب. اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فلما سافر للشام أبو لهب قال لرفقاء عتبة وعتيبة: خلوا بالكم من عتبة، إن دعاء محمد المستجاب. لا إله إلا الله. دعاء محمد وهو لم يؤمن مستجاب. يعلم عنه هذا ولا يؤمن. كان ينام عتبة وسط الشباب. نعم. فجاء يشعر أن كلبا يتشمم، المهم الأسد يتشمم القول، فسحب عتبة من بين الشباب القافلة كلها وأكله أكلة واحدة. قيل انه كما قرأنا انه قال اكله اسد ولم ياكله كلب كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. كلب الله اسد يعني. لا 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 لا، هو اللي درس عندنا حيوان اسمه العائله الكلبيه. الاسد والذئب. ده ابو لهب ايضا كان جاهلا يعني. لا لا صعبة يعني. وفي اجهل من الكفر يا ابني؟ لا والله. سبحان الله. طيب يا سيدي. نعم. وكان يهود يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بعثه الله كفروا وجحدوا ما كانوا ليؤمنوا. وقال معاذ: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يعني إذن هم كانوا لما كانوا يقولوا للمشركين: أول ما يجي محمد هنقتلكم قتل عدوى إرم. ويرعبوا هم رعب. انا اعمل مفاعل ديمون اللي يكلمني انا اذبحه، انا اللي ما يمشيش تبع الخط بتاعنا احنا ما اهلا في لا حول ولا قوه. وفي ناس تخاف نهجهم هكذا نهجهم. سبحان الله. طيب. وقال المغيرة: دخلت على المقوقس. مغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة. دخلت على المقوقس وقال فقال: ان محمد النبي المرسل، ولو اصاب القبط والروم. المقوقس حاكم مصر. حاكم مصر. نعم. سبحان الله. قال المغيرة: فأقمت بالأسكندرية. المغيرة بن شعبة: لا أدع كنيسة إلا دخلتها، وسألت أساقفتها وقبطها ورومها عما يجدون من صفة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أسقف من القبط وهو رأس كنيسة أبي يحنس كانوا يأتونه بمرضاهم فيدعو لهم، فلم أرى أحدا قط يصلي الصلوات الخمس أشد اجتهادا منه. يصلي صلاة خمس. القس. فسيدنا فالمغيرة مؤسم طبعا قال: لو أخبرني هل بقي أحد من الأنبياء؟ أنت آخر حاجة هو إيه؟ عيسى. في حد تاني؟ نعم. في آخر؟ قال: نعم، وهو آخر الأنبياء، ليس بينه وبين عيسى أحد مباشرة، وهو نبي قد أمرنا عيسى باتباعه، وهو النبي العربي الأمي اسمه أحمد، ليس بالطويل ولا القصير، في عينيه حمرة ويلبس الأبيض ويعفي شعره ويلبس ما غرض من الثياب ويلتزئ بالقليل من الطعام، سيفه على عاتقه، لا يباري من لاقى، يباشر القتال بنفسه، معه أصحابه يفدونه بأنفسهم، هم له أشد حبا من أولادهم وآبائهم، يخرج من أرض القرظ الصحراء مكة ومن حرم يأتي إلى حرم ويهاجر إلى أرض ذات سباخ ونخل يدين بدين إبراهيم. قال المغيرة: زدني. المغيرة معجب بالكلام، زدني. يصفه تمام الوصف. قال: يأتزر على وسطه ويغسل أطرافه، الوضوء يعني، ويخص بما لم يخص به الأنبياء قبله، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس كافة، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركته الصلاة
تأمم وصلى سبحان الله العظيم. ومن كان قبله مشددا عليه لا يصلون إلا في الكنائس والبيع. فلما أسلم المغيرة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فأعجبه أن يسمعه أصحابه. قال فكنت أحدثهم في اليومين والثلاثة. يقول له يا مغيرة كلم الصحابة باللي سمعته. سبحان الله. لا إله يعني لا. وكان الرسول يعني إيه يريد أن ييقن ما في قلوب بعض الناس من الأخبار السابقة. هو حكى للرسول عليه السلام. حكى للنبي قال له طيب لما أسلم حكى القصة اللي شافها في مصر. إذا كان سؤاله قبل إسلامه. قبل الإسلام. قبل الإسلام. إذن هو حجة. لا طبعا. فبيقول له طب احكي يا مغيرة إيه اللي حصل. لا حول ولا قوة إلا بالله. زي تميم الداري في قضية المسيخ نفس القضية. حديث تميم الداري. بالضبط كده. طيب يا سيدي. خرجت رابع أربعة. من يقول؟ ده خليفة ابن عبد الله المنقري قال سألت محمد بن علي لما سماك أبوك محمدا؟ كان في أربعة محمد في مكة. ساعة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة بالضبط كده. مش هو سيدنا محمد أول اسم؟ لا 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 في كان في محمد كان في أربعة. خلاص؟ لا. قالوا لي أبوك سماك محمد. فاسمع ماذا قال. قال خرجت رابع أربعة من بني تميم أنا أحدهم وسفيان بن مجاشع ويزيد بن عمرو وأسامة بن مالك. المهم يعني فلما قدمنا الشام نزلنا على غدير فيه شجيرات. نعم. غدير ماء. ماء. فيه شوية شجر. وقربه دير فيه ديراني. يعني راهب يعني ساكن متدير. طيب. متدير. فأشرف علينا وقال إن هذه اللغة ما هي لأهل هذه البلاد. إذن. كلموا لغه هو راحوا الشام ناحيه الشام يتحدثون العربيه والتانيين هناك بقى ايش عبريه على اراميه على تورا. نعم. قال نحن قوم من مضر. قال من اي المضريين؟ قلنا من خندف. قال انه سوف يبعث فيكم وشيك النبي فسارعوا اليه وخذوا بحظكم منه ترشدوا فانه خاتم النبيين واسمه محمد. فلما انصرفنا من عند ابن جفنة وصرنا الى اهلنا ولد لكل رجل منا غلام فسماه محمد. الله اكبر. تيمنا بما قال الرجل. طبعا في فدول الاربعه اللي كانوا ما كان منهم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. كانوا قبله. كانوا قبله وادركوا بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. سبحان الله. هذا اليهودي الذي قال محمد اذا هو موجود في التوراه محمد بالاسم محمد 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 والا ما قال هذا الكلام. وفي الانجيل احمد. اه نعم نعم. سبحان الله. طيب يا سيدي. خد يا سيدي كمان سبحان الله العظيم. عن ابن كعب عن ابي بن كعب قال لما قدم تبع المدينه تبع كان ملك. نعم. ونزل بقناه بعث الى احبار يهود فقال اني مخرب هذه البلد. يا لطيف. حتى لا تقوم به يهوديه. ويرجع الامر الى دين العرب. ده واحد جاي يعني زي هتلر كده. ده من قوم تبع ده. تبع يجوز هذا. فقال له ساموك اليهودي وهو اعلمهم واحد من احبارهم يعني. ايها الملك ان هذا البلد يكون اليه مهاجر نبي من ولد اسماعيل. مولده مكة. اسمه احمد. وهذه دار هجرته. وان منزلك هذا الذي انت به يكون به من القتل والجراح امر كثير في اصحابه وفي عدوهم. قال تبع. ومن يقاتله يومئذ وهو نبي كما تزعمون؟ قال يسير الى قوم فيقتتلونها هنا. قال فاين قبره؟ قال في هذه البلده. الله اكبر. تفصيله كل شيء سبحان الله. قال فاذا قوتل لمن تكون الدائره؟ قال تكون له مره وعليه مره وبهذا المكان الذي انت به تكون عليه ويقتل به اصحاب قتلا لم يقتلوه في موطن ثم تكون له العاقبه ثم يظهر فلا ينازعه في هذا الامر احد. قال صفه لي. قال رجل ليس بالقصير ولا بالطويل في عينيه حمر. شوف الاخبار كلها نفس الاوصاف تقريبا هي واحده على السنه ايه صحيح. انا طبعا لا اكثر عليه لان المصادر كثيره بهذا المنطق. نعم. لان الواحد لما يغوص في في في, في كتب السير ويحقق يجد العجب والعجاب يعني. يركب البعير ويلبس الشمله سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى من اخ او ابن عم او عم حتى يظهر امره. قال تبع ما لي الى هذه البلد من سبيل وما كان ليكون خرابها على يدي. فخرج تبع منصرفا الى اليمن. قال عبد الله بن سلام ولم يمت تبع حتى صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات مسلما. سبحان الله. إذن كل هذه الآراء وكل هذه الكلمات وهذا الوصف الدقيق تقريبا مع اختلاف الناس والبيئات أيضا دلالة على وحدوية مصدر التوراة في وصف النبي والتبشير به. حتى نصارى الشام نفس القضية. صحيح. نصارى الشام نفس. ولسه لا انتظر ما هو آت. ننتظر. ما زال في الجعبة يعني
ما زال في الكنانة نصال. نصال. ننتظر بعد هذا الفاصل. بعد هذا الفاصل. شاهدينا فاصل قصير ونعود. كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعيه الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. بارك الله فيك. زدنا يا شيخ. بارك الله فيك. عن عائشه رضي الله عنها قالت: سكن يهودي بمكه يبيع بمنى تجارات. طيب، ما كان في منى وبيع، هو لازم يبيع في مكه، يهودي يبيع على طول. سبحان الله. يبيع يبيع سبحان الله. فلما كانت الليله التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من مجالس قريش: هل كان فيكم من مولود هذه الليله؟ هكذا من تلقاء نفسه؟ قالوا: لا نعلمه. قال: انظروا يا معاشر قريش، احصوا ما اقول لكم. وكان اهل مكه يخافوا من اليهود، لان اليهود اهل كتاب. نعم. فيرهبون العالم كله يرهب قضيه الدين، يعني قضية الدين حقيقة بالفطرة. صحيح. يعني لها مكانتها. لها مكانتها. فطرة. وذلك الذين يريدون أن يسوسوا العالم الإسلامي عليهم أن يدخلوا إليهم عن طريق الدين. بس يعني. لا إله إلا الله. نصيحة مخلص. يتمسحون بمسوح الدين. حرش. الدخول عن طريق قلوب الناس في العالم العربي والإسلامي لن يكون إلا عن طريق الدين. تقول لي رأسمالية، تقول لي اشتراكية، تقول لي مش عارف إيه. لن يقول لن نحافظ على اوطاننا الا بديننا، وكل متدين وطني بصدق. طبعا، لان تدين بصدق. احنا نتكلم على الدين الصحيح. دين الصفوه، الدين صحيح. صحيح. طيب، ولد الليله، هو يقول احصوا ما اقول لكم، ولد الليله نبي هذه الامه احمد، وبه شامه بين كتفيه فيها شعرات. ولد الليلة نبي هذه الأمة. أيوة. أحمد. أيوة. تمام بالإسم. وقاله هكذا. أيوة. أيوة. وبه شامة بين كتفي فيها شعرات. خلاص. فتصدع القوم من مجالسهم. ده حدث جلل. أكيد. وهم يتعجبون من حديثه. فلما صاروا في منازلهم سألوا، سبحان الله، فقيل لبعضهم: ولد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام وسماه محمدا. وأتوا اليهودية في منزله، قالوا: علمنا أنه ولد فينا مولود. قال: أبعد خبري أم قبله؟ ها؟ يعني ولد متى؟ بعد ما أنا قلت المعلومة دي ولا كان ولد؟ قالوا: قبله، واسمه أحمد. قال: فاذهبوا بنا إليه. فخرجوا معه حتى دخلوا على آمنة فأخرجته إليهم، فرأى الشامة بظهره فغشي على اليهودي، أغمى عليه، ثم أفاق. قالوا: مالك؟ ويلك. قال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل، وخرج الكتاب من أيديهم، وهذا مكتوب أنه يقتلهم ويبيد أحبارهم، فازت العرب بالنبوة. الله، الله أكبر. فازت العرب بالنبوة. الله أكبر. الله أكبر. هو الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ تسلم زمام النبوة وانتهت الرسالة في بني إسرائيل إلى الأبد. صحيح. خلاص، سيدنا عيسى آخر رسول من بني إسرائيل إلى بني إسرائيل. هو مكتوب عندهم في التوراة هذه الفعلة التي قالها الرجل. هو طبعاً بوضوح. طبعاً، سبحان الله. الله طبعاً. فازت العرب بالنبوة، أفرحتم به يا معشر قريش؟ أما والله لا يسطون بكم سطوة يخرج نبأها من المشرق والمغرب. سبحان الله، الله أكبر. جميل. اسمع. جميل. اسمع، أرجو أن الإخوة المشاهدين والمشاهدات يكونوا معي، يعني كل هذا الحشد الله أكبر. إثبات إرهاصاته عليه الصلاة والسلام. في عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس، اللي هو البيت اللي فيه التعليم الدينية بتاع اليهود في المدينة. نعم. تمام. صحيح. بيت المدراس اسمه كده. فقال: أخرجوا إلي أعلمكم. هذه المناظرة اللي أترك عليها. جميل. تمام. مش يجي مع متمسن تقعد تناظر. تناظر في ايه؟ نعم. هو خيبان بتاع سبحان الله. ده خيبة ادمة. سبحان الله. فقالوا: عبد الله ابن صورية. هذا اعلمهم. اعلمهم. فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده بدينه. قال له: اسالك بالله وبالدين الذي انت عليه، وبما انعم الله عليهم واطعمهم من المن والسلوى وظللهم بالغمام، أتعلم أني رسول الله؟ سؤال مباشر وصريح. عايز إجابة واحد؟ نعم. وهو وحده. فقال: اللهم نعم.
الله أكبر. وإن القوم لا يعرفون ما أعرف. اليهود. وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة ولكن حسدوك. قال فما يمنعك أنت؟ قال أكره خلاف قومي، عسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم. أنا مستني. وما أنا إلا من غزية. انغزت غزية. وإن ترشد غزية. أرشد. خلاص سبحان الله. وقال عمر. هذا كما قال عمه، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا به مدين. هذا كان سمت موجود في الوقت أنذاك، اللي هي القبلية والعصبية. الآن اسمع العولمة. نعم سبحان الله. يدين الناس كلها للقرية الواحدة. اترك الدين وخش على العولمة، اركب القطار. لا حول ولا قوة. مش هنركب ان شاء الله بإذن الله. قال عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله، كنت آتي اليهود عند دراستهم التوراة، أول ما يجي درس للتوراة يا سيدنا عمر عايز يدرس استمع. فأعجب من موافقة التوراة للقرآن، فقالوا يا عمر ما أحد أحب إلينا منك لأنك تغشانا. اليهود يقولون يعني يمكن الله ده انت تجلس ايه قلبك يحن ولا في ايه برضه يتهود. لا هم عايزين ايه برضه حد يبقى ليهم يعني صدر ظهر عند رسول الله يعني سبحان الله. قلت انما اجيء لاعجب من تصديق كتاب الله بعضه بعضا. انا هذا عجيب سبحان الله. فبين انا عندهم اذ مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا صاحبك على الرسول عليه الصلاه والسلام. فقلت أنشدكم الله وما أنزل عليكم من الكتاب، أتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. قال سيدهم نشدكم الله فأخبروه. ها بيستحلفكم بالله. الصدق. فين الصدق؟ قالوا أنت سيدنا فأخبره. زعيم القوم اللي بيقول لهم أنا ما يلقون الكرة دائما في ملعب بعضهم بعض. ما أحبش أقول كلام أبدا سبحان الله. لا. فقالوا إنا نعلم أنه رسول الله. قال فما أهلككم إن كنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لم تتبعوه؟ قالوا إن لنا عدوا من الملائكة وسلما من الملائكة. لينا ملائكة أحبائنا أصدقائنا وفي ملائكة ضدنا. عجيب هذا الكلام. طبعا عدونا جبريل وهو ملك الفظاظة والغلظة، وسلمنا ميكائيل وهو ملك الرأفة واللين. شو القناعات. قلت فإني أشهد ما يحل لجبريل أن يعادي سلم ميكائيل. معقول الكلام ده؟ ولا ميكائيل ان يسالم عدو جبريل. الملائكه من عند الله، ايه اللي انت فرقته سبحان الله. ثم قمت. كان الرسول معدي لم يدخل، فعمر بيساله ها بس يا عمر المشكله ان احنا جبريل احنا اعداء عدو لنا، اما ميكائيل ده طيب. بما استعدوا سيدنا جبريل ان بينزل عليهم العقاب والعذاب وكده سبحان الله. ثم قمت فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما دخل عليه. قال ألا أقرأتك آيات نزلت علي قبل. في عمر آيات الآن نزلت علي، أنت ما سمعتها ما كنتش موجود. قال أقرأ يا رسول الله. قال من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فقلت عمر والذي بعثك بالحق ما جئت إلا لأخبرك بقول اليهود. فإذا ما كان قص عليه القصة قط. إذا اللطيف الخبير قد سبقني. انا جاي رسول احكي لك كانت الجماعه دول جبريل نزل بسرعه ويقول لك ان الجماعه دول بيعادوا جبريل لا من كان عدو لله وملائكته وجبريل وميكال فان الله عدو. اذا ده كلهم في صف واحد. فانت تختار. اسمع الاغرب. نسمع عن ابي سفيان بن حرب. الحديث مصدره من ده؟ هنا يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. ده روية في الطبري عن ابن حبان. الطبري جاوب في التفسير ولكن نقله من ابن حبان. نعم ما شاء الله. طيب عن ابي سفيان بن حرب قال خرجت انا وامية بن ابي الصلت تجارا الى الشام. امية كان يعني عنده كده صلاء يعني شيء من التوحيد شوية وثقافة عقدية يعني شوية. ابو سفيان لا. فكنا كلما نزلنا منزلا اخرج من رحله سفرا يقرأه علينا. امية. فكنا كذلك حتى نزلنا بقرية من قرى النصارى فعرفوه.
ورأوه فعرفوه وأهدوا له وذهب معهم إلى بيعتهم. راح للإيه؟ للكنيسة بتاعتهم. نعم. تمام؟ للبيع. ثم رجع في وسط النهار فطرح ثوبيه واستخرج ثوبين أسودين فلبسهما. زي الإيه؟ زي القساوسة يعني. ثم قال يا أبا سفيان هل لك في عالم من علماء النصارى إليه تناهى علم الكتب نسأله عما بدا لك؟ إيه لك يا أبو سفيان؟ نقول مع واحد علامة كده عارفة ونتكلم. قلت لا. حال ظهور النبي عليه الصلاة والسلام. لسه جايه الكلام. نعم. فمضى هو وحده. وجاءنا بعد هدأة من الليل فطرح ثوبي ثم انجدل على فراشه فوالله ما نام ولا قام حتى أصبح. يتقلب عنده حالة إيه؟ نعم. قلق. وأصبح كئيبا حزينا ما يكلمنا ولا نكلمه فسرنا ليلتين على ما به من الهم. وأبو سفيان ساكت. سفيان سعيم ما يقدر يدخل في أرضه سبحان الله. فقلت له ما رأيت مثل الذي رجعت به من عند صاحبك. رحت فين؟ إيه اللي معكر دمك يعني فهم؟ قال لمنقلبي. أبو سفيان فهم. قال وهل لك من منقلب؟ يعني لموتي. تهلكة. للأخيرة. لهلكتنا. للأخيرة. للأخيرة. وهل لك من منقلب؟ قال إيه والله لأموتن ولا أحاسبن. قلت فهل أنت قابل أماني؟ قال نعم. قال على ماذا؟ قال على أنك ده أبو سفيان يقول له على أنك لا تبعث ولا تحاسب. أبو سفيان بيضلله. الرجل راح يسمع من الأحبار من الراهب أن في آخرة وفي دار آخرة وفي حساب. رجل حزين. قلت له روح فين؟ ما كان سمع أول مرة يسمع أن في آخرة وسبحان الله. وابو سفيان الدين الذي كان موجود في مكه كان ماذا؟ ما كانش في دين. بقايا من دين ابراهيم مشوش ومختلط بالاصنام. يا لطيف. ودين القبيله. لم يكن عقيده ابدا بالمره موجوده. دين القبيله. همجيه وكذا. فضحك وقال بلى والله لتبعثن ولتحاسبن وليدخلن فريق في الجنه وفريق من النار. قال هكذا الذي خبرك به صاحبك هو ده الكلام اللي انت رحت سمعته جاي مهموم عشانه؟ قال لا علم لصاحبي بذلك. قلنا فكنا في ليلتنا يعجب منا ونضحك منه حتى قدمنا غوطة دمشق. قعد في دمشق شهرين. تمام؟ نعم. ثم ارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فلما رأوه جاءوه وأهدوا له وذهب معهم إلى بيعتهم حتى جاءنا مع نصف النهار فلبس ثوبيه الأسودين وذهب وجاء بعد هدأة الليل. المهم يعني فسرنا. ثم قال يا صخر حدثني عن عتبة بن ربيعة يجتنب المحارم والمظالم. بيسأل أبو سفيان بيقول له عتبة بن ربيعة اللي هو أحد أبو سفيان اسمه صخر بيقول له بالله عتبة بن أبي ربيعة يتجنب المحارم والمظالم. عتبة هذا اللي بتاع الطائف اللي التجأ له مشهور معروف لا أنزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. قلت إي والله ويصل الرحم ويأمر بصلاتها. قلت نعم. قال وكريم الطرفين وسط العشيرة. قلت نعم. قال فهل تعلم قرشيا أشرف منه؟ قلت لا. قال أمحوج هو؟ قلت لا. بل ذو مال كثير. كم أتى له من السنين؟ قال هو ابن 70. قال فالسن والشرف أزرايا به؟ يعني نزلوا مستواه؟ قال لا والله بل زاداه فخرا. ثم إن الذي رأيت بي أني جئت هذا العالم فسألته عن هذا الذي ينتظر فقال هو رجل من اهل العرب. خلي بالك اللي عايز يوصف النبوه على مين؟ على عتبه. نعم. بيقول له هو جود يا ابو سفيان هو الراجل ده بيظلم؟ لا الراجل ده كويس كريم راجل محترم فريق فيه الصفات بيصل الرحم. طب كويس. قال له رجل من العرب من اهل بيت تحجه العرب. الراهب النصراني الشامي يقول اميه ان النبي اللي خارج ده هيخرج من ايه؟ من مكان في بيت تحجه العرب. فقلت فينا بيت تحجه العرب عندنا. عندنا. فرح. قال هو من اخوانكم وجيرانكم من قريش. من اخوانكم وجيرانكم. من قريش. فاصابتني شيء ما اصابني مثله اذ خرج من يدي فوز الدنيا والاخرة. أمية كان يأمل ان يكون النبي. برضو امر خير. لا لا خير. برضو امر خير. يا ما فيه. اهبل واقف في الطابور منتظر سنين عشان يبقى وزير في دوله علمانيه ولا حكومه علمانيه.
مشكله بيضيع دنيا واخرى عليه يعني. خلينا ما تيجي لوحدها ان جات يعني ومسؤوليه باذن الله تعالى. وكنت ارجو ان اكون انا هو. قلت فصفه لي. قال رجل شاب حين شاب حين دخل في الكهوله. اذا خرج عتبه خلاص خرج نعم. بدء امره انه يجتنب المحارم والمظالم ويصل الرحم ويأمر بصلاتها وهو محوج كريم الطرفين متوسط في العشيره. هو محوج الاخر قال لا غير محوج. قالوا لا غير محوج. قال طب السن يمكن قالوا ابدا ده زادوه ثراء واخطر ضاعت عليه وضاعت على اميه سبحان الله. اكثر جنده من الملائكه. قلت وما ايه ذلك؟ قال قد رجفت الشام منذ رفع عيسى 80 رجفه كلها فيها مصيبه وبقيت رجفه عامه فيها مصيبه يخرج محمد على اثرها. الله اكبر. ده محسوب في بعد 81 مصيبه بدات تحصل وتحصل رجفه زي مثلا زلزال او زلزال او كده سبحان الله. فقلت هذا هو الباطل لان بعث الله رسولا لا ياخذه الا مسنا شريفا. قال اميه والذي يحلف به انه لهكذا. فخرجنا حتى اذا كان بيننا وبين مكه ليلتان ادركنا راكب من خلفنا فاذا هو يقول اصابت الشام بعدكم رجفه دمر فيها اهلها واصابتهم مصائب عظيمه. سلم يا رب. بعد ما خرجوا ابو سفيان واميه قال في رجفه الشام حدث. قال كيف ترى ابا سفيان؟ قلت والله ما اظن صاحبك الا صادقا. قدمنا مكه فانطلقت حتى جئت أرض الحبشة تاجرا فمكثت فيها 5 أشهر ثم قدمت مكة فجاء الناس يسلمون علي وفي آخرهم محمد. ده مين؟ أبو سفيان. أبو سفيان كان يتاجر للناس. نعم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيوة. من ضمن الجن يسلموا على أبو سفيان. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهند تلاعب صبيانها. هند بنت عتبة. زوجته. فسلم علي ورحب بي وسألني عن سفري ومقديمي ثم انطلق. فقلت والله إن هذا الفتى لعجيب. ما جاءني احد من قريش له معي بضاعه الا سالني عنها وما بلغت الا محمد ما سالني وهو ما هو باغناهم. سبحان الله. سلم فقط. سلم فقط ومشي. فقالت هند او ما علمت بشانه؟ قلت لا وفزعت. قالت يزعم انه رسول. يزعم انه رسول. كان كلف بالرساله وابو سفيان خارج. فلما رجع بعد الرجفه التي حدثت في الشام فذكرت قول النصارى وجمت ثم قدمت الطائف فنزلت على اميه فقلت هل تذكر حديث النصارى؟ قال نعم. قلت قد كان قد قال ومن؟ قال قلت محمد بن عبد الله. فتصبب عرقا. ان ظهر وانا حي لابلين الله في نصره عذرا. فعدت من اليمن فنزلت على أمية فقلت قد كان من أمر الرجل ما بلغك فأين أنت من؟ قال والله ما كنت لأؤمن برسول من غير ثقيف أبدا. ولم يسلم أمية. يا لطيف يا لطيف. برغم كل هذه الأوصاف هذه يعني الإرهاصات وكل هذا التوضيح سبحان الله العظيم. فيه طبعا الكلام في هذا كثير جدا. نعم. لكن بقيت نقطة. وهي المحدثين بسرعة من هؤلاء لأن برضو ده كل ده دليل صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين. من غير المسلمين. نعم. طيب هرقل الروم نعم. عظيم الروم. نعم. لما دردش معه وناقش أبو سفيان قال والله لو كنت عنده لغسلت عن قدمي. هرقل نفسه. نعم. العظمة لا يقدرها إلا عظيم. أما التافه لما يطلع واحد من بني جدلتنا يقول اصل والله ما فيش حد للرده الحجاب اصله مش فرض. والله يا مؤمن اشتغلت ساعتها فقه الاذنين اريح شيء سبحان الله. نعم. انت تنظر الي يعني نؤجل المحدثين للحلقه القادمه. والله خلاص سبحان الله انا كنت هذه جرعه كبيره والله لكل الساده المستمعين ويعني حقيقه انا من الداخل ترتعد في رئيسي لكل هذه الارهاصات التي بشرت بوجود سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في الانجيل والتوراه. ما فيش حد مين يسمع واحد يهودي او نصارى بتاع يقول اصل محمد مش موجود. ولهذا جاء القران بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحان الله. نعم. وتحدث عن مثلين في التوراة والإنجيل. مثل. نعم. نعم. بارك الله فيك. كما وعدنا سادة المشاهدين نتصل على الهاتفي ونكمل مع فضلاتكم هذا الموضوع إن شاء الله. بالحلقة القادمة إن شاء الله. مع المحدثين
وإرهاصات النبوة عندهم المحدثين من غير المسلمين. لا مش إرهاصات النبوة، لا مش إرهاصات، خلاص هي حصلت إرهاصات محدثة في فكرهم هم، في فكرهم، وثنائهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يسلموا. والله كنا نود ان يسلموا لكن يبدو ما اسلموا. يعني واحد زي برنا شو لما يقول الله ان العالم اليوم احوج الى رجل كمحمد يحل لنا مشاكل الساعة بيثما صنعنا له فنجانا من القهوة. الله، طب يا ابن الحلال ما تدخل مع ال سبحان الله. اشرب قهوة. اشرب قهوة يعني الله خير ان شاء الله. اتصال هاتف اخ اشرف من سوريا. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. تفضل اخ اشرف. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سيدنا كنا في المدينة المنورة. وكان يقودنا احد دعاة المسلمين. جميل. وهو من اهم الدعاة في بلاد الشام. وكان يحدثنا عن أهمية ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فقال لنا وبالحرف الواحد: أنتم لا تقدرون أن التراب الذي يضم جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أهم شيء في الوجود، بل هو استغفر الله العلي العظيم هو أهم من العرش. السؤال هنا: هل يحتاج منا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإبحار وهو حبيب الله، وتحت أي باب يمكن أن يبوب مثل هذا الكلام؟ وصلتنا الرسالة من وراء القصر. بارك الله فيك. المغالاة في حب النبي عليه الصلاة والسلام، التراب الذي يمشي عليه الرسول. يعني هذه مغالاة، مغالاة شديدة في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول يعني اعظم واجل من يعني ايه من ان يقال لا فيه مثل هذا الكلام يعني. نعم. اخت عائشه من ابو ظبي. السلام عليكم. الو. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ مع حضرتك يا فندم، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك دكتور، برضى عنكم يا رب ويبارك فيكم. دكتور، في سؤال بخصوص المسلمين اللي يدخلون الاسلام حديثا، المسيحيين يدخلون الإسلام حديثا، يعني لو تسمحهم يقولون أن نحن كنا عايشين ما نعرف عن الإسلام، ما نعرف عن الله وعن النبي وهذا. فهل المسيحيين يعني يموتون بيتعذبون لأن ما يعرفون عن الإسلام؟ طيب حاضر، واضح السؤال ولا واضح؟ واضح. نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد نكون نحن مقصرين في عرض ديننا على انفسنا اولا ثم على الاخرين ثانيا. نعم. اخت فاطمة من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خفضي صوت التلفاز اخت فاطمة بعض الشيء. خفضي صوت التلفاز بعض الشيء. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. نحبك في الله يا شيخنا عمر عبد الكافي، وسلامنا الى السيد محمد خالد. سلامكم الله. سيدنا الشيخ، حبيت اسال عن، هي سنه مؤكده لسيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام، سوره الكهف كل جمعه نقراها او نسمعها مثلا؟ بس. نعم. واشكرك. نعم نعم. ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. يا مشاهدينا، نحن نسعد باتصالاتكم وتواصلكم مع البرنامج، لكن يعني نناقش ما قلناه وما تفضل به الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي من ارهاصات النبوة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في الانجيل والتوراة. حبذا لو كانت الاسئلة تدور في هذا الفلك حتى تعم الفائدة ان شاء الله. معنا اتصال هاتفي اخر. حاول الاتصال بنا مرة ثانية، ريثما يتصل بنا. نقف عند بعض المحدثين. نعم. وما قالوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عندك واحد زي تولستوي مشهور الأديب الروسي. نعم. شريعة محمد ستسود العالم لاعتمادها على العقل والحكمة. إن الإسلام الذي أمر بالجهاد تسامح مع الأديان الأخرى. هذه شخصية محمد، هكذا يقول تولستوي.
جميل. طبعا نحن لا ننتظر ستسود في قابض الايام. نعم ستسود في يعني الدوله القادمه للاسلام ان شاء الله. بالضبط تولستوي يقول هذا في القرن قبل الماضي هما كان موجود سبحان الله العظيم. نعم جوستاف لوبون يقول محمد اعظم رجال التاريخ. الحق ما شهدت به الاعداء. ويلي يورانت قصه الحضاره. نعم يعني هو يهودي فاجر صرف يعني قح يعني ويعني يجب ان يحتاط يحتاط المسلم للكلام. نعم. لكن يعني المهم قال اذا حكمنا على العظمه في كل الناس وجدنا ان محمدا اعظم عظماء التاريخ. جميل شهاده طيبه سبحان الله سبحان الله. نعم. توماس كارل يقول احب محمدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع يخاطب قياصرة الروم وأكاسرة العجم فيرشدهم إلى الدار الآخرة. لخص الله الله يعني جماعة دول دعوة عشان أنهم يعني ما 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 لا يشق لهم غبار ولا حد سبحان الله العظيم فهو يستشعر سبحان الله أن هؤلاء يعني يرشدهم إلى الدار هذا هداية لهم سبحان الله. لامارتين مشهور الشعر الفرنسي يقول عن هو النبي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الفيلسوف المحارب الشجاع لانه هو شاعر فلازم نخص النبي الفيلسوف المحارب الشجاع المشرع فيه كل مقاييس العظمة. انني اود ان اتساءل هل هناك اعظم من محمد؟ لا والله لا. يعني هذا الحكم من لامارتين للرسول عليه الصلاة والسلام يعني يعكس الثقافة الفرنسية كلها بأن هنالك عقول منفكرة تستنير برؤية التاريخ ومن أحفادهم ما زالوا موجودين ونحن نترك الباب على هؤلاء طب دائما لا, لا, لا نقطع الصلاة إن شاء الله. العظماء 100 أولهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول في المقدمة إن اختياري محمد الأول في هذه الشخصيات من قائل؟ اللي هو مايكل هارت بتاع العظماء اللي هو كاتب ان قد يدهش البعض او القراء لكنه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرجل الوحيد الذي نجح اعلى نجاح في الدين والدنيا. جميل ما انفصل عن الدنيا ولكن ربط الناس بالاخره يعني ما ضاعت الدنيا. مهاتما غاندي يقول بعد انتهائي من الجزء الثاني من قراءتي عن حياه محمد صلى الله عليه وسلم أريد التعرف أكثر على حياته العظيمة فله الحق أن يحبه ملايين البشر. يعني ده طبعا يعني لمحة سريعة عن هؤلاء الكبار طبيعي. الذين نعم. لهم بصمات في التاريخ في الأدب وفي الشعر وفي الحكم وحقيقة الأمر يعني هذا كلام الغير. نحن بهذه التوطئة نريد أن ندخل بعد ذلك على يعني مولده صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ونشأته صلى الله عليه وسلم ثم بعثته. فأرى يعني أرى أن هذه الحلقات الماضية وهذه الحلقة توطئة لما نحن داخلون عليه إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. وشكرا لفضلاتكم على هذا التجوال والتطواف في إرهاصات النبوة في الإنجيل والتوراة. وإن كان القرآن الكريم قال هذا صراحة في آياته الكريمات بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مذكور وموجود عندهم وهم يعرفونه. أنا بس حبيت أوضح لأولادي وبناتي في البيوت أن ماذا يقول الغير عنا حتى عندما يتناقشوا لأن العالم انفتح على بعضه البعض فلا يستطيع أحد أن ينكر منهم ذرة ولا حرفا ولا شيء. أنا هذا الكلام ربما جئنا به من يعني من عدة مصادر كبيرة كثيرة فأردنا أن نوجزه أمام أبنائنا المشاهدين والمشاهدات. يعني لتعم الفائدة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني هل نحن مطالبون بإثبات هذا الكلام في حوارنا مع الآخر لا أم أصل... نكتفي بالقرآن الكريم لا لا لا. وفقط لا لا أصل الآخر لا يؤمن بالقرآن فالآخر يحتاج إلى العقل. يعني احد الـ احد المسلمين دخل عند هرقل فراى عنده 10 من الكرادله فواحد من الكرادله عايز يسخر بالايه كرادله الجمع كاردينال كاردينال عايز يسخر من الرجل المسلم لما عارف انه قال ما هي قصه زوجة نبيكم هذه التي ذكرها القران وكانت متهمه بارتكاب الفاحشه فالمسلم قال له ان القرآن ذكر امرأتين امرأة كانت بلا ولد وامرأة كان لها ولد وكلتاهما برأهما القرآن
عائشة ومريم، من تريد الحديث عنهما؟ جميل، فقلت مريم طبعا. المنطق يختار الحوار مع الاخر، لابد بهذا المنطق. انت عايز تسأل عن من؟ عائشة برئت ومريم برئت، انت عايز مين؟ وانت تبع مريم واحنا بحيبك فشوف واحدة انجبت وكده سبحان الله وانجبت، يعني فقال له في واحدة لها ولد، ضرب له على الوتر بس قال له بأدب وقال وكلا المرأتين القرآن برأهما برئتا من القرآن. بالله عليك انت عايز اقص لك عن من؟ لكن نقايد قاعدة فضيلة الشيخ ان الذي يتحاور مع الاخر لابد ان تكون فيه مواصفات وصفات محددة. مش أي يعني مثلا ليس مطلوب مني كمحمد خالد مثلا ان اتحاور مع الاخر، لا المصيبة يعني علماء افداد لا مثلا لهم مواصفات محددة. المصيبة ليست في هذا، المصيبة ان الناس يتصلوا بي ويقولوا ايه خلاص ده الشيخ سألت سؤال في الفقه فبصراحه ما عرفتش اجاوب. طب انت تسال ليه؟ لا اله الا الله، ده انا ابني لو سئلت اهرب، يعني انا لو سئلت اهرب من الاجابه. طب انت تسال ليه بقى وانت اهل سؤال؟ واحد يقول لك والله ده الشيخ انا ليه راي في المساله، راي ازاي يعني؟ او الراي عندنا، الراي عندنا كان الله يرحمه الشيخ رزاق يقول ايه، يقولون هذا عندنا غير جائز ومن انتم حتى يكون لكم عنده. انت مين انت سبحان الله؟ ومما زادني حبا لنفسي انني بغيض لكل امرئ غير طائلي واني شقي باللئام ولا ترى شقيا بهم الا كريم الشمائل. اكل من لاقى اباه مقصرا يعيب على اهل المرؤات والشمائل. اقول هذا الكلام صحيح، اقول هذا الكلام صحيح. ناخذ هذا الاتصال هاتف اخو صبحي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ؟ مع حضرتك تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابني ورحمه الله وبركاته. كيف الحال حضرتك؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك وفيك عن الايمان ان شاء الله. بارك الله عليك. بس في برنامج الوعد الحق من سنتين طلعته ذكرت فيه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان مهاجرا من مكه الى المدينه، الوصف اللي وصفته الاعرابيه. نعم. البطريه. ومعبد. معبد. ايوه معبد بالضبط. صحيح. ممكن توصفنا هو مره ثانيه؟ حاضر، لما ناتي الى يعني ممكن نعيد هذا الوصف مره اخرى ان شاء الله باذن الله. احنا ما نتحدث ان شاء الله رب العالمين. سؤال ثاني لو سمحت بس على السريع. بالنسبه لموضوع برنامج الوعد الحق، في بعد حوالي 15 14 حلقه عم نحاول نجيبها بعد هلا ما نزلت على السوق، اذا ممكن تسرعونا فيها او تشوفونا هي لقونا حل ان شاء الله. حاضر باذن الله تعالى. حاضر ان شاء الله. اتصل هاتف اخر. اخ مختار السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا أخي جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب. أستاذ محمد والأستاذ عمو أفكاف جزاك الله خير على هذا البرنامج. أستاذي بس الفرق بين الأناجيل اللي نزلت أصلا والمحرفة، هو أن الجيل واحد نزل على سيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، الأناجيل اللي نزلت بعد كده محرفة. كيف على سيدنا عيسى وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ نعم كيف على سيدنا عيسى وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ عفوا يعني بقول صلى الانجيل نزل على سيدنا عيسى. عيسى طلع النبي صلى الله عليه وسلم. لا نفصل يعني ما كما يقال لا شفاك الله افصل بس. جزاك الله خير. يعني على سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. برافو. لا رسول الله. نعم. الفرق بين الانجيل المحرفه هل هي متشابهه؟ وهل التوراة محرفة مثل الإنجيل؟ وهل فرق بينهما كثير يعني؟ أو في بعض فيها في بعض اللي في مثلا عبادات معينة أو عقائد معينة أو التحريف والتزوير أصلا كان أصلا يخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اللي أقصد يعني في الوجهة. طيب طيب جزاك مبارك الله فيك. مبارك الله فيك. احمد الله رب العالمين أنك معك نسخة لا تحرف ولا تزور ولا تطولها يد ولا يستطيع إنسان أن يزيد حرف أو ينقص حرف أو يزيد كلمة أو يحذف كلمة. إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. استرح عند هذا الأمر واترك بقية الأمور. يا ابن الخطاب ما هذا؟ قال ورقة من التوراة يا رسول الله. قال أتتهوكون فيها ابن الخطاب؟ إني قد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي بعثني بالحق لو كان أخي موسى أو عيسى حيا ما وسعهما إلا أن يتبعاني. يعني كده يعني لا تشغل بالك بالمسألة. بارك الله فيكم. يعني دعاء نختتم به من فضلكم هذه الحلقة أن يشفي كل مرضى المسلمين. الاتصالات كثيرة جاءت لي بدعوة من فضلاتكم ودعوة من أحمد عمر عبد الكافي شخصيا لأناس في الإنعاش. شفى الله المسلمين. اللهم اشف الجميع يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله
اللهم اجعلنا والمشاهدين والمشاهدات جميعا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غارما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأعنهم ببطانة الخير يا رب العالمين التي تحثهم على الخير وتحضهم عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم ارقى دماء إخواننا في فلسطين، وارقى دماء إخواننا في العراق، وأعد إلى العراقيين عراقهم يا رب العالمين، وأمن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله في فضيلتكم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لك. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج صفوة الصفوة. أشكر حضراتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.